السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد حسين من قناة سرجاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. من ضمن الحاجات اللي انا لسه شاريها اللي هي دي، معرفش بتبقى كبيرة جدا، بصوا دي صينية اسمها صينية 50 عين. 50 عين فيها 50 عين تقدر تزرع فيها الشتلات بتاعتك. يعني ايه شتلات؟ الشتلات يعني انك تجيب تربة وتحطها في المكان العين الصغيرة دي اللي هي هنا دي مثلا، وتحط البذرة جواها وبتغطي التربة دي كلها مثلا لمدة مثلا 2 3 أسابيع لحد ما البذرة تشد حيلها وتطلع. دي كده اسمها شتلة. شتلة بتبقى حاجة صغيرة، وبعد كده تنقلها في حاجة كبيرة، يعني مثلا في أرض كبيرة أو في جردل أو أيا كان على حسب نوع الشتلة اللي أنت بتزرعها، فبتكبر مع الوقت. حلاوة الموضوع ده إيه؟ إن أنت ما بتاخدش مساحة، هي كده وبتحط فيها الحاجة كلها وتقدر تزرع فيها 50 شتلة. 50 شتلة دي كنت بعاني برضو فيها، ان انا كنت اقعد ازرع في بطرمان ومعرفش ايه. فصينية الشتلات دي عجبتني. في بقى طبعا اقل من كده بكتير، في شتلات تبقى قليلة وبتبقى يعني مثلا في مثلا صينية مثلا بتبقى حوالي 4 حاجات وكده، فدي بتبقى كويسة قوي ال50 شتلة دي. وكمان لسه جايب تربه اسمها بيتموس. بيتموس دي يا جماعه اختراع، انا بحبها جدا. ملمسها عامل زي الطفل الشاي كده، لما انت بتسيبه كده شويه وتيجي تمسكه تلاقيه مفرول. التربه دي غنيه وجميله قوي، اسمها بيتموس. دي جميله جدا للموضوع ده. بملى الحته دي كلها بالبيتموس، اسمها بيتموس. دي تربه صناعيه، يعني بتبقى تربه بس كويسه جدا، يعني معموله من ورق الشجر والكلام ده وشويه بعض الحاجات العناصر، بس انا طبعا مش عارفها، بس هي جميلة. يعني أنا حطها كده وبعد كده تروح مسقط فيها البذور وتسيبها شوية كده تطلع. البيتموس دي بنسبة 99% ما أثرتش معايا في حاجة في موضوع زراعة الشتلات. الموضوع أول ما بحط فيها في البيتموس بلاقيها بتطلع على طول. بس كده حبيت أقول لك على صينية الشتلات والتربة الصناعية أو الزراعية اللي اسمها البيتموس. بس واتمنى لو عجبك الفيديو اتمنى تكتب لي في التعليقات لو عايز تسأل عن حاجه اكتر، ان شاء الله افيدك بحاجه اكتر. فبس كده، وكان معكم محمد حسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.